يبلغ عدد مربي النحل على مستوى محافظة حلب ضمن المناطق الآمنة حوالي 1460 مزارع أو مربي نحل. يبلغ عدد الخلايا حوالي 14600 5000 خلية بلدية وحوالي 9500 خلية فنية. طبعا الانتاج المتوقع من خلايا النحل في محافظة حوالي 100 طن. عن اهم الاجراءات اللي واجب اتخاذها من اجل الحصول على انتاج جيد، واهم حملة حاليا هي حملة جمع الدبور الاحمر والملكات والاعشاش، اضافة لقيام محدات الارشادية بتوعية اخوة مربي النحل عن الامراض الخطيرة التي قد تصيب طائفة النحل واهمها الفارو والنوزيمة إضافة للدبر. عندي الخلايا تقريبا حول 75 خلية، بنقلون من منطقة الساحل على منطقة حماة على اليانسون، وبنجيبهم لهون مناطقنا هون مراعي القطن وعين الشمس والذرة. والله الحمد لله رب العالمين. صعوبات ما بي إلا عملية التنقيل. بربي نحل يعني أكثر من 10 سنين، شي 100-120 خلية عندي هلا هون 100 موجودات، وفي عندي شي 20 ضعف بالبيت تيركون تغذيهم. بطالب أنا من مديرية الزراعة إذا بإمكانية كل ملتزمات النحل، أي شيء إن كان شمع إن كان خلايا إن كان أداوي إن كان سكر، مشان نغذي النحلات.